أعلنت القيادة العسكرية أن القوات العراقية وبالتعاون مع طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل 67 من عناصر ما يسمى بتنظيم داعش في مدينة الموصل، حيث تمكنت قطاعات الجيش من السيطرة على مجمع مدارس الأوائل، فيما كشفت قيادة العمليات المشتركة أن قوات التحالف الدولي دمرت أكثر من 90 قارباً كان يستخدمها عناصر ما يسمى بتنظيم داعش للفرار إلى الجزء الغربي من مدينة الموصل. من جانب آخر، بدأ عناصر ما يسمى بتنظيم داعش بالاعتماد على نشر دمن مجسمة في مواقع قتالية لإيهام القوات الأمنية والطيران بأنهم مسلحون حقيقيون بالساحل الأيمن والتعويض عن عناصره الفارين، حيث يعاني التنظيم من فرار عدد كبير من مسلحيه من الساحل الأيمن بعد نجاح القوات المشتركة من السيطرة على الساحل الأيسر. إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية أن استخبارات الشرطة عثرت على ما يسمى بالمركز الأمني لتنظيم داعش في الساحل الأيسر وسط حي دوميز، وأن استخبارات الشرطة استولت على وثائق أمنية مهمة لعناصر ما يسمى بتنظيم داعش تكشف أسماءهم وعناوينهم وألقابهم. على الرغم من التقدم الواضح للقوات الأمنية في الساحل الأيسر، إلا أن القيادات الأمنية العراقية بدأت تعترف بصعوبة المعركة وعدم حسمها بوقت قصير. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.